ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم تشيكن كورما. طبعا اهم مكون في تشيكن كورما الكاجو. بحتاج دجاج مقطع مكعبات، بصل وثوم وفلفل حار مقطع شرايح، بقدونس، زنجبيل وزبادي، وبهارات بفصل لكم اياها. البهارات تنقسم الى قسمين، مطحونه وعدله. والبهارات هي اللي راح ابدا احمسها في البدايه، اللي هي قرنفل وهيل وخردل وقرفه وكمون وورق الكاري. وبعدين بعد ما نحمس ونضيف المكونات، راح نضيف المطحونه اللي هي كمون وكزبره وكركم وبهار الكاري وملح. وراح اخلط بمحضره الطعام او الخلاط الكاجو، هذا هو، ومع حليب جوز الهند. ضروري الكاجو للكورما تشيكن. بالبداية بذوب الزبدة وراح أحمس فيها البهارات العدلة إلين تبدأ تطلع ريحتها. بعد ما بدأت الزبدة تذوب بحمس البهارات العدلة وورق الكاري إلين تبدأ الريحة تطلع. الله على الريحة، أتمنى تشمون. الحين بعد ما طلعت الريحة بضيف البصل وحمسه مع الزنجبيل المبشور، بضيف ملعقة صغيرة ثوم، أحمسهم زين مع بعض. بعد ما يبدأ يذبل البصل أضيف الفلفل الحار، طبعا هو اختياري بس يعني لازم أكل هندي يعني فلفل حار. والحين أضيف الملح والبهارات المطحونة كلها، اللي هي الكاري والكركم والكمون والكزبرة. المطبخ قلب مطعم هندي، الريحة خيال. الحين بضيف خليط حليب الجوز الهند والكاجو اللي طحناه مع بعض، ونضيف له كمان فلفل أسود، نسيت أقول مرمر، وأخليه كذا يتسبك شوي. ترى بيتقل معكم عادي، وبخليه يتسبك على نار هادية شوي إلين أجهز الدجاج. الحين بجهز الدجاج معكم، بس كذا تشويحة للدجاج على السريع. جبت قدر ثاني وذوبت فيه قطعة زبدة، الحين بشوح الدجاج فيه عشان نضيفه للصوص. طبعا صوص الكورما اللي سويناه ما نضيف له ريد تشيلي، صوص الكورما ما نضيف له الفلفل الحار الأحمر عشان الصوص أبي أصفر، لأنك لو حطيتي أحمر حيتغير اللون تماما، انتبهي للنقطة. يعني ممكن الفلفل الأخضر الطازج وفلفل أسود كفاية. شايفين؟ خلاص مجرد تشويحة وخلاص. الحين راح أضيفه للصوص وأقصر النار عليه وأخليه يطبخ على نار هادية. الحين راح أضيف له الدجاج، شوفوا ما لصق فيه ولا شيء. شايفين؟ لو تلاحظون إنه بدأ يثقل الصوص. الحين راح أضيف له تقريبا نص علبة زبادي. إذا حسيتوا إن الخليط ثقيل مرة ممكن تخففونه بشوي مويه، بس لا تكثرون مرة، لأنه هو أصلاً لازم يكون الخليط سميك شوي. أنا شكلي بحط العلبة كلها، خلاص ولا أحتاج مويه، خلاص علبة زبادي كاملة. وخلوه على نار هادية، بخليه على نار هادية يطبخ لين يستوي وبعدين يتقدم. بما أنه صدور ما تأخذ أكثر من ربع ساعة، كثير حتى ربع ساعة عليه. ويتقدم مع رز بالزعفران أو رز أبيض أو حتى مع الخبز، يعني إيه لك الخيار بالشيء اللي تقدمينه معه، بس لذيذ مع الرز. نسيت أحط البقدونس، بحط معاه شوي بقدونس وأحركه وأخليه على نار هادية. وهذا تشيكن كورما وخلص، وريحته خيال مع رز بالزعفران، يعيني وبالعافية.